ازاي هتبقي سنجل للابد او ليه هتبقي سنجل للابد لما تبقي عايشه في اللالا لاند، عايشه في عالم الاحلام، عايشه في عالم الفيري تيلز او القصص الخياليه الرومانسيه الغير واقعيه. تبقي عايزه يعني راجل بسمار اسر ياسين، بعينين عمر الشريف، بشعر احمد عز، بطول مش عارفه محمود ياسين، برجوله رشدي اباظه، بفلوس نجيب ساويرس. لما تبقي عايزه كل الكومبينيشن دي والميكس ده، تبقي انت بني ادم عايشه في اللالا لاند، انسانه غير واقعيه. في ايه؟ اللالا لاند اللي هي هيدي. اللالا لاند هيدي. هي اللالا عملوا لها لاند، عملوها ارض هيدي، بقت منطقه اسمها لها. عايشه في البلاله. البلاله هيدي. البلاله البلاله لاند. البلاله هيدي. لا البلاله هيدي، ما تيجي دعوه يا هويده.